بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الجيش السوري الحر تحية إلى الشعب السوري الأبي، أترحم على أرواح شهداء الثورة السورية المطالبة بالحرية. يا شعبنا البطل، أقدر تضحياتكم وأشد على أياديكم وأدعوكم إلى الثبات والاستمرار بمظاهراتكم السلمية، ونقول لكم بأننا جاهزون لنفديكم بأرواحنا للدفاع عنكم وحمايتكم من عصابات النظام المجرم الفاقد للشرعية. وأبشركم بأن قواتنا توجه الضربات ضد عصابات الأمن والشبيحة على كافة الأراضي السورية، وأؤكد لكم سقوط هذا النظام بإذن الله بأسرع مما تتوقعون، وسيكون مصيره كمصير القذافي إن شاء الله. وأدعو باسم الجيش السوري الحر، نحن كجيش وطني ليس له أي أهداف سياسية أو حزبية، وإنما هو جيش الشعب السوري بكافة طوائفه وأعراقه. المعارضة في الداخل والخارج لتوحيد الصف، وأعلن عن تشكيل كتيبة أبي عبيدة بن الجراح في ريف دمشق، وكتيبة معاوية بن أبي سفيان في دمشق، والنصر لشعبنا العظيم، والله أكبر.